الخطيب رئيس النادي طبعا الاهلي اللي استقبل النهارده الظهر وفد الهيئه العامه لتعليم الكبار لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاهلي والهيئه، وده طبعا لاتمام تعليم بعض العاملين البالغ عددهم 240 فرد على مستوى مقر نادي بالجزيره وفرعي مدينه نصر والشيخ زايد. كمان ضم وفد الهيئه العامه لتعليم الكبار الدكتور عاشور احمد عمري رئيس الهيئه، والدكتوره ماجده خليل مدير وحده البروتوكولات، والسيد مسعد مدير المكتب الفني، وإيهاب السعيد مدير العلاقات العامة. احنا بنتكلم طبعا على دور مهم، والنادي الأهلي الحقيقة طول عمره رائد، يعني فكرة انك انت يعني تدي نموذج لفكرة العمل والتنمية المجتمعية ده مش جديد ومش غريب على النادي الأهلي. احنا بنتكلم على 240 من كبار السن اللي بيشتغلوا في النادي الأهلي هيحصلوا على فرصة في تكملة او في استكمال تعليمهم. والجميل في المنظومة الحقيقة، وده النموذج اللي بكلم حضراتكم عليه، فكرة انه هيئة تعليم الكبار هتقوم بتأهيل مجموعة من المتطوعين من داخل النادي الأهلي عشان يقوموا هم نفسهم بتنفيذ البروتوكول، يعني هم هياخدوا دورة تدريبية المتطوعين دول عشان يتم تأهيلهم ويساهموا بقى في مشروع تعليم الكبار من العاملين داخل النادي الأهلي. وده طبعا في إطار اهتمام النادي الأهلي بالدور المجتمعي والتأكيد على رسالة المشاركة المجتمعية على كل المستويات. طيب خلينا نقول كمان، نقول حضراتكم انه المشروع ده مفترض ان هو يستغرق حوالي تقريبا يعني من ست شهور لسنه، ودي اعتقد انها فرصه كويسه جدا، ومن الممكن كمان الاستفاده من التجربه وتعميمها في افرع اخرى للنادي الاهلي. كمان كابتن الخطيب اهدى طبعا درع الاهلي لوفد الهيئه العامه لتعليم الكبار طبعا برئاسه الدكتور عاشور احمد عمري، وكمان قام الوفد باهداء الكابتن الخطيب درع الهيئه العامه لتعليم الكبار ده خلال الزياره الرسميه اللي قام بيها الوفد النهارده، وشهدت توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين اللي قلنا لحضراتكم عليه. دكتور عاشور احمد عمري اعرب الحقيقه عن سعادته بتوقيع البروتوكول، بروتوكول التعاون مع النادي الاهلي، وقال كمان او اتكلم يعني عن البروتوكول ده، وقال ان هو بيمثل طبعا خطوه مهمه جدا وخطوه محوريه بتتسق مع التوجهات اللي بتاخدها الدوله عشان تطبق رؤيه مصر الشامله 2030، واللي واحد من اهم اهدافها تحقيق مسيره التنميه الشامله على كل المستويات. أوضح كمان أن البروتوكول التعاون ده بيستهدف مساعدة العمال غير المتعلمين داخل النادي بفروعه الثلاثة على استكمال تعليمهم خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 6 شهور زي ما أحمد قال لسنة. صحيح، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله أنها تكون تجربة أكتر من ناجحة. خليني أروح مع حضراتكم إيطاليا.